هاي اليوم الصبح نفس المكان آني، يعني يفترض أنه ما أعرف يجي ذا كل يوم فحوصات أو شيء. هذا المسبح الجوة يعني شغال قي طبعا. أي بس قبل شوية جابونا الفطور مالنا، الفطور طبعا يعني على قد الحال، قلت اللي يقول هذه جايبين مارتديلا وطماطة وخيار، هذه بيضة يعني حمص ولبنة عصير، هذا مربى وزبد وخبز أبيض وخبز أسمر. يعني البارحة دزيت لكم الحجر مالنا وين بالانتر كونتيننتال. احنا بالنسبة لنا طبعا جماعة ودوهم على الشيراتون، جماعة ودوهم على الفور سيزن، دولة فرغت كل الفنادق الدرجة يعني الخمس نجوم والاربع نجوم كلها فرغوها حتى بس يجيبون بيها شغلات اذا اكو احد حجر. وده شوفون هسه هذا الريوق مالنا، هذول دولة تقول امكانياتها كلش محدودة. وزعوا هذا المقطع خلي يشوفون دول السفلة جماعة المليارات، ما أدري جماعة يقولون 700 وجماعة يقولون 800 وجماعة يقولون 1000 مليار وين صارت، وإحنا الناس اللي يحجروهم ينزلوهم بمكانات والله الحيوان ينهزم من عدم مو بس الإنسان.